وكالة الأنباء الجزائرية ترد بعنف على المغرب بسبب ملف لمجلة مغربية يطالب باستعادة الصحراء الشرقية من حوزة الجزائر. أغضبت مجلة مغربية ماروك إبدو السلطات الجزائرية بسبب نشرها خريطة للمغرب تضم أجزاء كبيرة من المناطق الغربية للجزائر، ويتحدث المغاربة تاريخيا عمن يسمونه الصحراء الشرقية التي اقتطعتها فرنسا للجزائر. ونشرت المجلة المغربية الناطقة بالفرنسية في نسختها الأخيرة ملفا حول مشاكل المغرب الحدودية، ورافقت الروبورتاج التحليلي المطول بخريطة في الغلاف للمغرب يضم ثلث الأراضي الجزائرية من غرب الجزائر حتى الحدود مع مالي. وألمحت المجلة المغربية أن أصل المشكل ليس نزاع الصحراء الغربية بل مساعي الجزائر للتغطية على الصحراء الشرقية التي سيطالب بها المغرب مستقبلا. وكان حزب الاستقلال غداة استقلال المغرب سنة 1955 وإبان رئاسة أمنيه التاريخي علال الفاسي قد طالب باستعادة الصحراء الشرقية من فرنسا التي كانت تحتل الجزاء، واستعادة الحدود الجنوبية إلى نهر السينغال. ووقعت حرب بين الجزائر والمغرب سنة 1963 تسمى حرب الرمالي حول مناطق منها تندوف معقل وإقامة جبهة البوليزاريو. وسممت هذه الحرب العلاقات الثنائية. وردت الجزائر عبر مقال تنديدي في وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء بعنوان الويل لمن تمتد يده لذرة تراب مسقية بدماء الشهداء، يقول بأن المخزن المغربي تسمية تقليدية للسلطة المغربية أوعز لبعض وسائل إعلامه المقربة من القصر نشر ملف دعائي يفتقد لأية احترافية إعلامية يعكس الأطماع التوسعية المغربية بضم أجزاء من التراب الوطني للمملكة المغربية. وتضيف وكالة الأنباء التأكيد لم تكن هذه الخرجة اعتباطية إذ جاءت أياما فقط بعد تصريح مديرة الوثائق الملكية بهيجة سيمو حول نفس الموضوع لتعيد إحياء نقاش عقيم حول موضوع تم الفصل فيه بموجب اتفاقيات مسجلة على مستوى منظمة الأمم المتحدة. وأضاف المقال الذي هو بمثابة بيان إن العقلية التوسعية للمخزن التي لا تراعي لا روابط التاريخ والأخوة ولا تعير أدنى اهتمام لاحترام قواعد القانون الدولي هي مصدر كل المشاكل والقلاقل التي تعرفها المنطقة المغاربية، بل إن النظام المغربي أصبح يشكل تهديدا وخطرا على جميع جيرانه. واتهمت الوكالة المغرب باختلاق هذه المشاكل للتغطية على مشاكله مع الاتحاد الأوروبي وفشله في إقناع العالم بسيادة على الصحراء الغربية. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين الجزائر والمغرب منذ أكثر من سنة على خلفية الاتهامات بتدبير مؤامرات ضد هذا البلد أو ذاك.